اهلا بكم. احنا النهارده عندنا موضوع مهم جدا، العصب الخامس. العصب الخامس على فكره يا جماعه من اخطر يعني الموضوعات في الطب على الاطلاق. والم العصب الخامس هو واحد من اصعب الالام، بل ان بعض الكتب كتبت ان هو الاصعب. وقالوا انه الم العصب الخامس في الدول الاوروبيه في امريكا قد يؤدي الى الانتحار. احنا عندنا الوازع الديني عالي، فما بيقدرش الانسان يعني ما بيميلش للانتحار، لكن في اوروبا المساله يعني ليه بقى؟ الدراسات الغربيه قالت ان الام العصب الخامس هي الاصعب على الاطلاق، قد تؤدي الى الانتحار، حيث انه اثناء نوبه الاصابه بالعصب الخامس ينتفض المريض براسه وكانه تعرض لصاعقه شديده. الالم يشبه الصدمه الكهربيه، ياتي على جانب واحد، نعم غالبا في الناحيه اليمنى، لكن في حالات نادره بيجي على الجنبين. النوبه قد تستمر وقت طويل شويه، لحظات لكن ممكن تيجي وتتكرر. المفاجاه هي اخطر ما في هذا الالم، الم شديد مفاجئ مره واحده. طب ايه العصب الخامس؟ وايه اللي يخليه يتالم بهذا الشكل؟ وايه الامراض اللي ممكن تتسبب في هذا الالم عشان ناخد بالنا؟ ايه البروفيلاكتيك؟ العلاج الحديث؟ ما في علاجات قديمه وتطورت الان الى علاجات حديثه. لما نكون بصدد الحوار عن الم هو حاله مرضيه قد تؤدي للانتحار، اذا فالموضوع مهم. ضيفي ايضا من الشخصيات المهمه في هذا المجال، وهو اسم كبير طبعا معانا النهارده، يعني اسم متميز للغايه، هو الاستاذ الدكتور عبد الرحيم العوام. أنا ممكن أدخل جوه الانزلاق الغضروفي بإبرة معينة وأعمل كي بالتردد الحراري. في تعامل ما بعد الجراحة بيحصل آلام. التردد الحراري سيف آمن جدا، ملوش خطورة في علاج العصب الخامس. كل ما نحاول نبعد عن الجراحة بتكون النتائج أحسن. مفيش مريض يعمل عملية عمود فقري إلا لما يتعرض على الدكتور علاج الألم ويعمل له سواء الحقن أو التردد الحراري. الأستاذ الدكتور عبد الرحيم العوام، مدرس علاج الألم والأعصاب والعمود الفقري بكلية الطب جامعة أسيوط، حاصل على الزمالة الدولية لعلاج آلام الأعصاب والعمود الفقري بودابست المجر. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور عبد الرحيم العوام، اهلا بك يا دكتور عبد الرحيم. اهلا بحضرتك، يعني منورنا وسعداء جدا بهذه الزياره الرائعه وفي هذا الموضوع المثير. لاول مره نتكلم على العصب الخامس النهارده بالتفصيل. ثلاث اسئله مرتبطين: ما هو العصب الخامس؟ ما هي اسباب الاصابه بالعصب الخامس؟ وما هي اعراض الاصابه بالعصب الخامس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشكر حضرتك على المقدمه الجميله، طبعا تلخصت كل الحلقه في سطرين بسيط جدا، طبعا ده بيوضح وبيبين للناس طبعا ايه مدى خطورة العصب الخامس، وفي نفس الوقت ان هو من الامراض اللي هي ممكن تتعالج والمريض بيخف طبعا وما يتعرضش لكم الضغط النفسي اللي بيتسبب بسبب الالم. العصب الخامس احنا عارفين ان هو احد الاعصاب الاثنى عشر المخية المسؤولة عن الاحساس في الوجه. وهو بيبدا في المخ وبينزل طبعا على الوجه، بينقسم لثلاث اقسام. في قسم مسؤول عن جزء زي ما احنا شايفين، الجزء المسؤول عن العين والمنطقه اللي هي الجبهه، والجزء الثاني المسؤول عن الخد، والجزء الثالث المسؤول عن الفك. احنا بنتكلم على التراجمنال نيرف اللي هو التراجمنال نيرف عشان الاعصاب. عشان نتكلم يعني لطلبه الطب اسمه تراجمنال اوفثالميك ماكسيلاري مانديبلر، صح؟ دي البرانشز بتوعه. الوظيفه الفسيولوجيه للعصب دوت ان هو بينقل الالم من الوجه للمخ.
لما يكون في مرض معين سواء في الأسنان، في الأنف، في العين، بيتنقل الألم بتاع المرض دوت من المكان الألم إلى المخ عن طريق العصب الخامس، فهو كابل الكهرباء أو السلك اللي هو موصل بين الجزء وبين الجزء المريض والمخ. أحيانا نلاقي في ألم شديد جدا موجود في الأسنان أو في الفك أو كذا، ومفيش مرض معين مسبب لهذا الألم. العصب بينقل ألم للمخ والمريض بيتألم وبيتهوى ومش قادر، مش لاقيين سبب، بندور مفيش سبب موجود. فدوت بيشخص كده ان دوت بقى ايه، ترايجيمال نورالجيا او اللي هو الام العصب الخامس. معظم حالات العصب الخامس هي طبعا هي مش منتشره كتير، مش من الامراض اللي هي كثيره الانتشار، هو اقل انتشار، وبيبدا دايما بعد سن 50 سنه، واكتر في السيدات اكتر من الرجال. ألمه طبعا بيبقى تشخيصه في الأول دايما بيبقى صعب، لأن المريض ما بيتوجهش صح. المريض بيحس بألم في أسنانه فبيروح دكتور أسنان، بيحس بألم في العين بيروح دكتور الرمد، ألم في الأنف أو كده بيروح دكتور، ألم في الأذن بيروح دكتور أنف وأذن. فبتلاقي المريض في الأول بيلف لفة كبيرة على ما يتشخص إن هو ده عصب خامس. بتبدأ الأعراض بتاعته، تلاقي المريض حاسس بتجيله زي ما حضرتك تفضلت وقلت نوبة كهرباء بالظبط، زي ما تكون كهربت واحد تمام لمدة ثواني أو دقايق، دايما بتبقى ثواني ما بتطولش، وبتبقى متكررة طول اليوم تجيله كهرباء سواء بسبب أو بدون سبب. يعني ممكن يجي يعمل حاجة مثلا، يغسل وش الصبح تلاقيه مش قادر، يجي يمد إيده تلاقيه حصل له ألم شديد جدا في كل العصب. انا لمست منطقه معينه هنا مثلا الاقي الم في كل الجزء اللي هو متاخد من العصب، هو ممكن يبقى مأثر على العصب كله ثلاث افرع بتوعه او على جزء واحد او اثنين او طبعا الثلاثه. الالم بتاعه بيبقى من شدته فعلا احيانا بيخلي العيان يتشخص، يعني مش هنقول ان هو ينتحر، عندنا طبعا الوازع الديني طبعا بيتشخص ان هو احيانا مريض نفسي، احيانا يفرض على مشايخ وكده ويقولوا نطلعوا العفريت اللي فيه دوت، هو ما فيهوش حاجه ويصوت وبيشتكي وكده فطبعا بيبقى بياخد المريض لفه كبيره على ما يتشخص. تشخيصه للاسف بيبقى غالبا اكلينيكي، يعني ما فيهوش مثلا اشعه معينه او فحوصات معينه او تحليل معينه تبين ان ده العصب الخامس فيه مشكله. ليه؟ لان دايما من غير بدون مسبب او مفيش سبب واضح نقدر نلمسه في اشعه او فحوصات معينه تبين ان العصب الخامس دوت فيه المشكله. العصب الخامس دايما لما بيجي للمريض في البدايات بيجي زي الكهرباء ديت، المريض بيبقى خايف يتحرك، خايف يروح شغله، خايف يتعرض لتيار هواء او تكييف او مروحه او كده، فبتلاقيه بدا يقعد في البيت مثلا مش قادر يتكلم. في ناس كتير يجي يقول لي مش قادر اتكلم، يجي تلاقي المرافق اللي معاه هو اللي بيتكلم عنه بالنيابه عنه. مش قادر ياكل، ممكن تلاقي مريض بقاله اسبوع مثلا او اسبوعين بيشرب عصاير بس، عايش على عصاير وكده، مش قادر ياكل من كتر الالم اللي في السنان. بعدين تلاقي الالم بقى مستمر، بعد فتره بتلاقي الالم بقى مستمر، مش نوبات ولكن بقى مستمر طبعا ايه ليل نهار، فتلاقي المريض مش عارف ينام، مش عارف ياكل، مش عارف يشتغل، مش عارف يعمل اي حاجه. وبيبدا يتجه ساعتها بقى ان دوت ده عصب خامس، ويبدا يتجه للتدخلات اللي احنا بنعملها علشان الالم بتاعه. عظيم. المرض ده، مرض العصب الخامس او التهاب العصب، مرتبط بامراض له اسباب؟ في معظم الاحيان بيبقى غير مسبب، ايديوباثيك، بس اكتر سبب بنشوفه السكر، اللي هو في ضغط من شريان معين في المخ او اوعيه دمويه على بدايه العصب الخامس في المخ. ده اللي هو الموستجمان كوز او اهم الاسباب. وزي ما احنا شايفين في الصوره ده العصب الخامس اللي هو الابيض، والشريان اللي هو الاحمر دوت ضغط عليه. الشريان طبعا عارفين ان هو بيعمل نبضات، النبضات ديت بتلاقيها بتنتشر مع العصب الخامس وبتعمل فيه زي اثاره للعصب، فتلاقيه ينبض مع النبض بتاع الشريان يحس المريض بالالم.
في معظم الأحيان التانية لا، بنلاقي مثلا ممكن يجي نتيجة حاجة اسمه التصلب التعددي، ده مرض بيجي في المرض يعرفوه كويس بتوع الأمراض العصبية، أو نتيجة مثلا حزام ناري. أحيانا الحزام الناري اللي هو بيحصل في الضلوع وكده زي ما احنا شايفين بتلاقيه يحصل أحيانا في العصب الخامس، زي ما احنا شايفين واخد الجزء بتاع الجزء الأول اللي هو بتاع العين والجبهة، وزي ما شايفين طبعا الإصابة الجلدية الموجودة ديت من العلامات. ولكن بعد ما بتخف الإصابة الجلدية ومفيش أي مشكلة حاجة باينة، بتلاقي الألم مازال موجود وبيسموه الحزام الناري العصب الخامس. ممكن يجي طبعا لمرضى السكر، ممكن يجي من إصابة تروما يعني، ممكن يجي بعد عملية جراحية في المخ، فليه أسباب ولكن الأسباب مش كتيرة، غالبا هو بيبقى إيه غير مسبب. كتير من مرضى السكر، عشان كده أنا ذكرت السكر على طول، مرتبطين بالعصب الخامس، يعني في ارتباط وثيق كده بين السكر والعصب الخامس. بيبقوا طبعا بتوع السكر اكثر عرضه ان هو ايه يصابوا بالتهاب العصب الخامس او الالم العصب الخامس. ولكن دوت طبعا بتبقى حاجه ايه فاريبل، او حاجه مش ما تقدرش تحكم عليها ان المريض دوت كل مريض سكر هيصاب بالعصب الخامس، لا. هي بتبقى نسبه الحدوث في مرضى السكر اكتر من اي مرضى تاني او اكتر من الناس العاديه. واحنا بنوصف العصب الخامس والتهاباته يشبه الصداع النصفي، خصوصا من النوع اللي بيسموه الصداع العنقودي كلاستر هيديك. لما نيجي نشوف ده كده هنلاقي هو برضو الم يبدا حوالين العين وينتشر ويمسك نص الجسم، نص الصدغ يعني. ازاي نفرق بين العصب الخامس والصداع النصفي؟ تمام. هو العصب الخامس طبعا من ضمن الحاجات اللي هي ازاي اللي هو بيسموه الديفرنشال دايجنوزيس، او ازاي تفرقه من الامراض الثانيه اللي بتعمل الم في الوجه. من اشهرها فعلا اللي هو الصداع النصفي. الصداع النصفي طبعا بيبقى مختلف تماما عن العصب الخامس. العصب الخامس زي ما احنا قلنا ان هو بيجي نوبات، ونوبات عباره عن كهرباء وكده، لكن الصداع النصفي بيجي في نص الوجه غالبا في ناحيه واحده، وبيخلي المريض نايم مش قادر يتحرك، مش عايز يطفي النور، ما حدش يتكلم، مش عايز صوت. ممكن يحصل له الصداع نتيجه ان انا دخلت ولعت النور عليه مثلا، او اتكلمت بصوت عالي، او سمع صوت مزعج فتلاقيه جات له النوبه اللي هي بتاعه الصداع النصفي. لكن العصب الخامس لا، المختلف طبعا تماما، ان هو طبعا نتيجه ان هو يلمس وشه او يغسل او تيار كهرباء تيار هواء او كده، فدوت بيبقى مختلف في الإثارة أو المحفز لحدوث الألم. تاني حاجة إن الصداع النصفي دوت بيبقى مستمر، يعني ممكن يجي المريض يقعد 3 أيام، لكن العصب الخامس لا، بيجي نوبات كهرباء ثواني أو دقايق وبتنتهي. وغالبا بيبقى واخد برانش جزء أو 2 أو 3، مش كل طبعا إيه الدماغ، أكتر الصداع بيبقى في الدماغ غير العصب الخامس بيبقى أكتر في الوجه. ممكن يشبه أيضا الصداع العنقودي. الصداع العنقودي بياخد العين وبيشبه اكتر الجزء اللي هو بتاع العين، زي ما احنا شايفين طبعا اللي هو الكلاستر هيديك دوت، بيبقى واخد جزء بتاع العين وبيبقى الم شديد جدا جدا جدا. ولكن برضو ليه حاجات نفرقها عن تفرقه عن العصب الخامس، ان هو بيجي في مواسم، يعني يجي مثلا 2 3 في السنه، وباقي السنه المريض ما فيهوش اي حاجه. تاني حاجه ان هو بيبقى في العين فقط، ما يجيش مثلا ما ياخدش الجزء بتاع الفك او الخد او كده. وثانيا بيبقى معاه حاجات معينه زي مثلا افرازات من الانف ومن الفم، وزياده في الدموع وكده، نتيجه طبعا تحفيز للعصب اللي هو الجوار السمبثاوي. فدي حاجه كاركترستيك او حاجه مميزه للصداع اللي هو العنقودي. احيانا برضو بيبقى في الم في مفصل الفك اللي هو دوت، مفصل الفك مع الحركه او مع الاكل او كده، بيبقى طبعا في التهاب في مفصل الفك او خشونة أو كده تدي ألم. الألم ده أحيانا يبقى مسمع في جزء من الوجه أو من الرأس، ودوت بيبقى المشكلة كلها في المفصل مش في العصب الخامس. وطبعا بنميزه إن هو لما بنضغط على المفصل دوت بنلاقي المريض بيحس بألم شديد، خاصة مع فتح البق أو مع الأكل أو كده. تشخيص بالرنين، دايما العصب الخامس بنحاول طبعا في الاول اكسكلود او نستبعد وجود سبب للعصب الخامس. فلازم بنعمل روتين لكل مريض طبعا عنده عصب خامس، نعمل اشعه رنين مغناطيسي على المخ زي ما احنا شايفين. ممكن طبعا لو في بعض المرضى عنده الاورام طبعا ممكن تبان في الاشعه الرنين، او لو في ضغط من الشريان زي ما قلنا ممكن يبان طبعا اكتر في اشعه الرنين،
او اللي هو التصلب التعددي وهكذا. لكن في معظم الاحيان بتبقى الاشعه ما فيهاش اي حاجه نورمال، ما فيهاش مشكله، وبيبقى اللي هو الايديوباثيك ترايجيمينال نورالجي او البرايمري ترايجيمينال نورالجي. دايما في ثلاث محاور في علاج العصب الخامس موجودين في كل الكتب او موجودين في كل الروشتات. علاج دوائي في بعض الحالات يكتبوا علاج جراحي، والتردد الحراري دخل بقوه في العالم. نتكلم على الادويه. الادويه طبعا هو بدايه اي مريض عصب خامس بنبدا معاه بالادويه فعلا. اشهر الادويه اللي بتستخدم دواء طبعا يعرفوه بتوع العصب الخامس من التجريتول. التجريتول دوت بيتاخد بيه جرعه معينه حوالي تقريبا من 200 ل 1200 ملي جرام في اليوم، ودي الماكسيمم دوز او اقصى جرعه يقدر العيان ياخدها. ما نزودش، مش كل ما يزيد الالم نزود في الجرعه، لدرجه بنشوف بعض المرضى بياخد 1800 او 2000 او 3000، ما ينفعش طبعا. وفي بعض الادويه الثانيه زي باسطه العضلات زي الباكلوفين اللي هو باسط العضلات، او اللاريكا، وده دواء طبعا ايه يعني دلوقتي بدات بعض الدول تقلل استخدامه او تمنعه لانه بيعمل ادكشن او ادمان. فيعني بدا استخدامه. ده كارثه، اللاريكا ده كارثه دلوقتي في مصر. هو استخدامه طبعا للاسف هو كتير جدا في كل المجالات. يعني لا يقتصر على الاعصاب، ولكن هو كارثته في انه بقى ادمان، بقى حته من حته الادمان. بعض الدول بدات فعلا تمنعه علشان قصه الادمان او الادكشن ديت. فبنحاول الادويه، لكن المهم ان ما نوصلش بجرعه الادويه للجرعه المسببه للمشاكل. ايا كان، عشان الكميه الكبيره من الادويه في وجود الالم، لا، هي في عندنا سقف للادويه. وصل الالم لمرحله معينه، خلاص الادويه ديت مش هنقدر نزود تاني، كل ما يزيد الالم نزود في الادويه، لا، عندنا سقف معين بنقف عنده، وما ندخلش المريض في قصه الكبد والكلى والتاثير الاثار الجانبيه بتاعه الادويه. بنبدا ندخل بطريقه تانيه او في طرق علاج افضل بقى، او هتبقى مور افكتيف، هتدي نتيجه في الالم الشديد دوت. اشهرهم حاليا اللي هو ايه؟ التردد الحراري. التردد الحراري حل مشكله كبيره جدا، لان في بعض المرضى او معظم 90% من المرضى بيوصلوا للمرحله ديت، ان هو وصل لمرحله الادويه مش جايبه نتيجه ومش عايز يعمل عمليه، لان طبعا العمليه الجراحيه للعصب الخامس بتبقى فيها فتح طبعا في الجمجمه او في المخ، فيها طبعا تخدير كلي، فيها ليها نسبه خطوره، فمعظم المرضى بيرفضوا يعمل عمليه في المخ، بيقول لك لا، انا أصبر على الألم وما أعملش عملية في المخ. فالتردد الحراري زي ما احنا شايفين طبعا حاجة بسيطة جدا، بندي بنج موضعي هنا جنب الخد، جنب البق كده، وبندخل الإبرة دي بتاعة التردد الحراري تحت جهاز الأشعة، واحنا شايفين طبعا بنبقى شايفينها فين، وبندخل على قاع الجمجمة. من قاع الجمجمة في فتحات كتيرة، الفتحات ديت كل فتحة نازل منها حاجة من المخ للجسم أو من الجسم طالع للمخ، سواء أعصاب أو أوعية دموية أو كده. ففي فتحه معينه اسمها الفتحه البيضاويه اللي هي نازل منها العصب الخامس او الفورامن، اللي هي الفورامن اوفال. الفورامن اوفال ديت بنشوفها طبعا بوضع معين لجهاز الاشعه، بنشوف الفورامن اوفال دي مكانها فين، وبندخل بالابره ديت على قاع الجمجمه من الفورامن اوفال، ونعدي على البرين او على المخ، ونوصل لبدايه العصب الخامس في المخ. اما بنوصل عند العصب الخامس، بنوصل بقى الابره ديت بالجهاز اللي هو التردد الحراري، زي ما احنا شايفين دي الفوره من اوفاله هي باينه، والابره داخله فيها، داخله جواها، وبنبدا نعمل الكوترايزيشن او الكي للعصب الخامس. الكي هنا للبدايه بتاعه العصب، او يسموها الجاسرين جانجليا، او العقده العصبيه اللي هي منشا العصب الخامس. بتشيل الالم بتاع العصب الخامس نهائيا، بيطلع العيان 0% بين، او بيسموها على السكور بتاع البين زيرو، وبيوقف تماما كل الادويه. فيها ميزات كتيره جدا طبعا، ان هي سهلت خالص قصه العصب الخامس، بقى علاجه سهل لدرجه ان في بعض الناس دلوقتي لا، انا مش عايز ادويه والقصه ديت، مش هقعد امشي بادويه واخد 3 مرات في اليوم وانسى واخش في مضاعفات وكده، لا، انا هعمل ايه؟ التردد الحراري على طول. وطبعا هي ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه، عمليه حاجه بسيطه جدا، لا تتكرر، خلاص هي مره واحده، لا تتكرر. هي طبعا فيها عيبين مهمين جدا. العيب الاولاني ان طبعا مكان الكي دوت بيبقى فيه جزء اللي هو مغذى بالعصب دوت، بيبقى فيه نوع من التنميله شويه او احساسه مختلف عن الناحيه الثانيه. والحاجه الثانيه انه ممكن يرجع، لان العصب طبعا لما بعمل له كي او اقطع منه جزء
بيحصل فيه ريجينريشن او ان هو ينمو تاني ويتكون تاني. فممكن بعد مثلا 3 سنين 5 سنين 10 سنين تلاقي الالم رجع تاني ويتعمل تاني. طبعا حاجه بسيطه جدا، مانوفر سهل جدا وبسيط وملهوش خطوره خالص زي العمليات الجراحيه. بس انا بعيد عن جزء الحركه في العصب. الجزء الحركه في العصب هو مسؤول طبعا عن الحركه بتاعه الفك اللي هي اسمها عضلات المضغ، ودي مش الوظيفه الرئيسيه بتاعه العصب الخامس ديت، يعني وظيفه حركية جانبيه او حركيه بسيطه لفرع من فروع. تمام. ولا تؤثر على الحركه بتاعه الفم، لان حركه الفم طبعا فيها الناحيتين بيتحركوا، فالناحيه الواحده بتكفل تحرك الناحيتين مع بعض اثناء المضغ او كده، فما بيبقاش مشكله للمريض، وغالبا ما بتتاثرش في الكي بتاع العصب الخامس. مريض العصب الخامس اللي اصيب النهارده بالتهاب في العصب الخامس لا يخاف، ما يجلوش هلع، ويعمل ايه بسرعه كده؟ المريض العصب الخامس العصب الخامس ملهوش خطوره، دي حاجه مهمه جدا لازم المريض يفهمها، ان هو مش حاجه خطره جدا هتاثر عليها. كل خطورته كل خوف المريض منه من الالم بتاعه، مؤلم جدا فالمريض بيخاف منه، لكن هو كمرض خطير مثلا يؤدي الى مضاعفات لا. تمام. فدي مهمه طبعا يفهم المريض. ثانيا ان يفهم ان التردد الحراري هو حاليا يعني قد يكون رقم واحد في العلاج بتاع العصب الخامس، وان هو بيستمر متوسطه من 3 ل 5 سنين، يعني فتره كويسه جدا، وتكراره لا يضيره في شيء، لو قرره مرتين 3 حتى 10 مرات مش هيأثر على المريض في حاجه، ملهوش مضاعفات، ملهوش خطوره. تمام. المريض بيرجع طبيعي جدا، مفيهوش اي مشكله، بيستغني تماما عن الادويه، فهو طبعا بيعتبر حل سحري لالام العصب الخامس اللي هي المرعبه، اللي طبعا كانت ملهاش مش لاقيين لها حل قبل كده. نورتني وشرفتني واسعدتني بهذا اللقاء الممتع جدا في واحده من المواضيع المهمه، تراجمنا النرف يا جماعه، العصب الخامس تسمع عنه مرعب مرعب، لا ده طلع التردد الحراري ده شيء رائع جدا، والاساليب العلاجيه الدوائيه يمكن انا في رايي انها بدات تتراجع امام التردد الحراري. ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور عبد الرحيم العوام، مدرس علاج الالم والاعصاب والعمود الفقري بكليه الطب جامعه اسيوط، حاصل على الزماله الدوليه لعلاج الالم والاعصاب وعلاج الام العمود الفقري من بودابست بالمجر، الاسم المتميز، صاحب الاداء العلمي المتميز. نورت يا دكتور ابراهيم بيه. نورت حضرتك. خليكم دايما مع الدكتور.